نبدأ اليوم حملة تطعيم ضد فيروس كوفيد-19. الحمد لله اليوم يعني مجهودات كبيرة قام فيها جميع الطواقم الطبية الفنية والإدارية لتجهيز هذا الموقع، وأيضا للحصول وضمان حصول الطعوم من الدول الأولى في العالم. طبعا بهذه المناسبة أحب أستذكر في البداية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح طيب الله ثراء، اللي حط ثقته الغالية بأبنائه في وزارة الصحة وسخر لهم يعني جميع الظروف ومؤسسات الدولة للحفاظ على صحة الإنسان، وهذا يضاف إلى سجل الراحل رحمه الله لما قدم في تاريخ مسيرته العطرة. أيضا تمسك سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأيضا سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأيضا حسن إدارة سمو رئيس مجلس الوزراء في الحقيقة لهذه الأزمة، والتنسيق ما بين جميع الأطراف في الحكومة في هذه الأزمة. طبعا الحمد لله اليوم بدينا التطعيم، وكان أول شخص مطعم هو سمو رئيس مجلس الوزراء، وبدينا اليوم بالتطعيم من جميع المحافظات بأخذ عينات من جميع المحافظات، وإن شاء الله التطعيم راح يستمر معانا لين يتم تطعيم إن شاء الله كل من يرغب في الحصول على التطعيم، وعلى حسب جدول توريد هذه الطعوم إن شاء الله راح يستمر معانا في الفترة السابقة. ونسأل الله المولى يعني أن يحمي بلدنا ويحمي ويطهر البشرية من مثل هذا الوباء.